في اجتماع له مع مختلف قادة وممثلي الأحزاب السياسية، رئيس الوزراء، رئيس الحكومة الانتقالية بايمي باداكي ألبير قدم كلمة تحدث فيها عن عدد من القضايا السياسية ومدى سير العملية الانتقالية في تشاد. وفيما يتعلق بمسألة تأجيل الحوار الوطني الشامل المتكرر، أكد رئيس الوزراء بأن السبب هو البحث عن شمولية المشاركة من قبل التشاديين في ذلك الحوار الوطني الذي سيكون شاملا ومستقلا، وبخصوص حوار الدوحة بين السياسيين العسكريين والحكومة. أكد رئيس الوزراء عن المباحثة بشكل إيجابي في الوسيط القطري، وأضاف رئيس الوزراء بأن الحوار الوطني بين السياسيين العسكريين في الدولة في وقت مضي على قدم الوساطة قبل هذا وعند ذلك ذكر السياسية في المجلس العسكري والحكومة الانتقالية التي يتعرضها، وأكد بأن الحكومة والمجلس العسكري يتمثل في مجلس العام الشامل في